يا اهلا بيكم في اولى فقراتنا الحواريه، فرصه عظيمه بقى عشان اللي من حضراتكم ما يعرفش تفاصيل يعرفها. كل التفاصيل دي هتكون متعلقه بمنتخب المصري للاولمبياد الخاص لكره القدم النسائيه الموحده، واللي الحقيقه حقق كمان في الفتره الاخيره انجاز كبير جدا بعد حصوله على برونزيه كاس العالم مؤخرا. طبعا ده انجاز كبير، عايزين نعرف بقى الطريق اللي الجماعه مشوا فيه عشان يوصلوا في الاخر لهذا الانجاز المحترم، وده اللي هنعرفه من خلال الباشمهندس هاني محمود وهو رئيس الاتحاد ورئيس الاولمبياد الخاص، وكمان منورانا فاطمه طارق لاعبه منتخب مصر للكره النسائيه للاولمبياد الخاص والاهلاويه جدا قوي. دي حاجه بقى. صباح الخير عليكم. صباح طبعا الخير يا فندم. بس واحنا بنتكلم كده قبل الهوا وكنا بنسال فاطمه، يعني قلت لها انا احب الاهلي قوي، طب ما تيجي نبدا من هنا يا فاطمه قبل ما نخش بقى على الاولمبياد الخاص والتفاصيل يا باشمهندس، بس قولي لنا انت بتحبي الاهلي من امتى؟ بتتفرجي على الماتشات؟ العيله عندك اهلاويه كلها ولا لا؟ خلينا نعرف. زمان بحب النادي الاهلي، زمان خالص بحب النادي الاهلي وفرق على الماتشات زمان. لا انا الوحيده اهلاويه، اخويا زملكاوي، بابا الله يرحمه زملكاوي. بس انت اخترتي الاهلي، اشمعنى؟ طيب لو العيله كلها زملكاويه بنطلع زيهم، اشمعنى بقى الاهلي؟ حبيت بحب كابتن محمود خطيب جدا 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 ونفسي اسلم عليه ان شاء الله. لا يحصل يا خبر، ده هو يعني يحب جدا على فكره كبير. كابتن محمود بيحب كل الشباب كمان الرياضي والبطل، وانت بطله يعني فاطمه اصلا انت بطله، وهنتكلم بقى في ده. بس خلينا نفهم من الاول او نشرح يا باشمهندس برضو الساده المشاهدين، بنتكلم عن المنتخب المصري للاولمبياد الخاص لكره القدم النسائيه. ممكن يعني نتكلم اكتر عشان مش كل الناس عندها أولا معلومه. اولا الاولمبياد الخاص، احنا في ثلاث انواع من الاولمبياد بتلعبوا في العالم. الاولمبيات العاديه بتاعت الاصحاء اللي احنا عارفينها كل اربع سنين، وبعدين في البارالمبيك دي لذوي الاعاقه الجسديه. ايوه. ثالث واحده هي السبيشال اولمبيكس، ودي مؤسسه عالميه بتعتني بذوي الاعاقه الذهنيه. فالاولمبيات الخاص متخصصه في الاعاقه الذهنيه، مش الاعاقه الجسديه. الاعاقات الذهنيه ليها تصنيفات لها خمس درجات، بتبدا من صعوبه التعلم للتوحد، وبتتدرج لحد ما توصل للاعاقه الكامله اللي هي زي بنسموهم يعني داون سيندروم، اللي هم الاطفال اللي هم عندهم متلازمه داون. ده بالنسبه لنا احنا كاولمبياد خاص مسؤولين عن الرياضه بتاعه الاولمبياد الخاص. بس كمان الاولمبيات الخاص مختلفه عن بقيه المؤسسات، انها كمان بترعى الاولاد دول اجتماعيا وصحيا واسريا. يعني احنا بنبقى بنعمل يعني دعم كامل سواء للاولاد، احنا بنعمل كل ثلاث شهور كشف طبي على سبع حاجات لغير القادرين من ذوي الاعاقه الذهنيه اللي بيجوا عندنا من الاعاقات من المدارس الفكريه. عندنا اولمبيات بتتلعب كل اربع سنين، الاولمبيات هتتلعب السنه الجايه في برلين. السنه اللي اخر مره اتلعبت في 2019 كانت في ابو ظبي، وكانت اول مره دوله عربيه تستضيف الاولمبياد. بس ليه مش ملقى على الصنف ده تحديدا من الدورات الاولمبيه الضوء كما هو ملقى على الدورات البارالمبيه مثلا؟ عشان اقول لحضرتك ان البارالمبيه بتتلعب بعد الاولمبيه على طول، في نفس التوقيت وفي نفس المدينه. السبيشال اولمبيكس بتتلعب كل اربع سنين في النص، يعني انت بيحصل عندك الاولمبيات العاديه والبارالمبيك بيحصلوا مع بعض. فالبارالمبيك بتاخد يعني فوكس اكتر. بعد سنتين بنلعب الاولمبيات الخاصه اللي هي ذوي الاعاقه الذهنيه. هنلعب في برلين ان شاء الله، عندنا فرقه كبيره رايحه 120 في حوالي 14 لعبه، فده حاجه. اما كاس العالم بقى، بس قبل ما نروح لكاس العالم، هل الموضوع بس الفرق ان التوقيت ولا في الحصول على الميداليات هو الفرق بين البارالمبيكس؟ لا مفيش فرق في الميداليات، ولكن هو البارالمبيك اقدم. اوكي. يعني البارالمبيك مؤسسه اقدم من السبيشال اولمبيكس، يمكن عشان كده برضه سنه 68، لكن البارالمبيك كانت قبلينا، وعشان كده حتى هم اللي اتفقوا ان هم يلعبوا في نفس التوقيت بتاع الاولمبيات بعديها مباشره. يعني بتخلص الاولمبيات العالميه بعديها على طول البارالمبيك في نفس الملاعب وفي نفس كل حاجه. اوكي. الاولمبيات الخاص بدات الحقيقه تم انشائها سنه 68، احتفلنا في 2018 بمرور 50 سنه على مستوى العالم. كاس العالم احنا بنلعب كاس العالم للرجال والسيدات كل اربع سنين برضه. 2018 كنا بنلعب في شيكاغو، والحمد لله خدنا برضو ميداليه برونزيه. كانت فاطمه مع حضرتك؟ لا فاطمه ما كانتش معانا. كانت لسه صغننه. كانت لسه صغيره بقى، ما كانتش معانا. هي هتحكي لنا عن الميداليه وكله هنجيلها دلوقتي. ففي 2018
احنا خدنا بطوله المنطقه، بيحصل زي اي كاس عالم بنصفي على مستوى ميدل ايست او يعني الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فاخدنا مركز اول ومثلنا الريجن او المنطقه بتاعتنا في كاس العالم 2018 للسيدات. خدنا ميداليه برونزيه، وكانت الحقيقه النتائج بتاعتنا كانت خرافيه لدرجه ان المحطات الامريكيه كلها كانت بتسجل معانا. الله حلو. لك مصر فيها رياضه لذوي الاعاقه للسيدات، فكانوا يعني ايه بيقول لك معقوله. خسرنا ماتش واحد بالبرازيل في قبل النهائي وخدنا ميداليه برونزيه. السيد الرئيس الحقيقه لما رجعنا كرمنا كلنا البعثه وادانا نوت الرياضه من الدرجه الثالثه، وكانت الحقيقه حاجه جميله جدا ان الرئيس يكرم الاولاد البنات يعني اللي معانا ويقف يتكلم معاهم ويسلم عليهم. طبعا قلت ايه ده الرئيس بقى يا فاطمه؟ لا ما كانش معانا في 2018، ما كانش اليوم ده والله. لا احنا في 2018 بقى بحكي على 2018. انا فاكر اخر ميداليه برونزيه المره دي بقى احنا لسه راجعين من امريكا. كانت بتلعب في ديترويت وبرده خدنا مركز ثالث، كان نفسنا يعني ناخد تاني ولا حاجه بس الحمد لله ملحوقة. خسرنا الماتش بتاع قبل النهائي، خسرناه بضربات الجزاء، كان مع كوستاريكا، والحقيقه كوستاريكا هي اللي خدت الكاس. فاحنا يعني ايه، والمره اللي فاتت خسرنا في قبل النهائي من البرازيل، والبرازيل اللي خدت هو الكاس. هو اللاتينز عامه مسيطرين يعني. عايز اقول لحضرتك الفرقه بتاعت البرازيل السنه اللي فاتت مش ممكن تقولي ان هو الظاهر بيتولدوا بيلعبوا كوره. هم جيناتهم مش طبيعيه. بجد فعلا. صحيح. يعني احنا المره اللي فاتت في الادوار التمهيديه غلبنا الهند 4-0، غلبنا كوريا، غلب بارقام كانت حلوه جدا. جينا عند البرازيل خسرنا 2-1 وده كويس يعني، واحنا اللي كنا مسجلين الاول. بس الحقيقه زي ما حضرتك بتقولي امريكا يعني احنا كان معانا كوستاريكا المره دي، كان معانا جواتيمالا، كان معانا بلاد كلها وصلت للتصفيات الحقيقه يعني. فالحقيقه احنا كمان كفريق مصري خدنا يعني مثلنا مصر بشكل كويس جدا. المحطات الامريكيه برضو عشان دايما بيستغربوا معقوله مصر فيها رياضه لذوي الاعاقه للسيدات؟ اقول لهم طبعا فيها، وفيها زي ما انتم شايفين كده. وعندنا بطلات زي فاطمه كده. فاطمه ما تحكي لنا بقى عملتي ايه في البطوله الاخيره دي؟ الحمد لله انا هدفت منتخب مصر 5 هجات. اوفا بقى. الله الله الله. حلو. طب انت ابتديتي امتى؟ يعني خلينا نعرف من البدايه عشان برضو الناس تبقى عارفه. فاطمه انت ابتديتي كوره او حبك لكره القدم امتى؟ لا انا لعبت كره قدم، لعبت كره سله وتنس طاوله. اوكي. ومعايا 30 ميداليات. اوكي. 30 ما شاء الله عليك، برافو. بقى الصفحه بتاع الاولمبياد فيها اختبارات كره قدم، وانا قبل كده بحب كره قدم. كابتن بتاع نادي الجزيره كابتن قبر قال لي انت ليكي مستقبل في كره قدم. رحت قدمت الحمد لله، كابتن فايزه وكابتن كرامي خضروني. دول المدربه بتاعت المنتخب كابتن فايزه. ما شاء الله. خضروني ولا كملت معاهم لحد. وحبيتيها اكتر من الباسكت وكده ولا ايه؟ لا زي بعض. زي انا جايبه رحت منتخب كره السله ورحت منتخب كره القدم. انت بطله في الحالتين، انت بطله جميله. باشمهندس هاني، يعني اكيد التعامل مع الملف ده بيحتاج حساسيه شديده جدا، بيحتاج اللي احنا شخصيا شايفينه حتى من طريقه نظره حضرتك لفاطمه، الاحساس الابوي في التعامل مع اللاعبات ومع اللاعبين، فكره ان الاتحاد او يعني ان بيتم رعايه كل اللاعبين يعني اللعيبه واللاعبات على كل المستويات والاصعده، ده شيء بيحتاج اكيد دعم بصفه مستمره. الحقيقه يعني احنا بدأنا في مصر يعني الأولمبياد الخاصة، هو بدأ على مستوى العالم في سنة 68. وإحنا بدأنا هنا في أوائل التسعينات، والحقيقة كانت الأستاذة الكبيرة الله يرحمها ماجدة موسى والمرحوم برضه إسماعيل عثمان هم اللي تولوا بداية هذه التجربة في مصر وتولوا هذا الملف، والحقيقة عملوا فيه مجهود كبير. إحنا بنكمل، أنا جيت مسكت بعد إسماعيل بيه الله يرحمه وبدأنا نكمل. طيب هو خلي بالك الإعاقة الذهنية من الإعاقات أنا بعتبرها يعني مش تحيز، من أصعب الإعاقات، لأن الإعاقة الجسدية أو البصرية مازال الدنيا مريحة شوية في التعامل، أما الإعاقة الذهنية بتحتاج رعاية خاصة طبعا ومعاملة خاصة. والحقيقة الأهل أو الأسر بيشيلوا جزء كبير جدا من هذه، هم أبطال يمكن أكتر من ولادهم. بالظبط كده. يعني حضرتك الأمهات بالذات يعني 99% بيبقى الامهات. الام بتكرس لما بيكون عندها طفل من ذوي الاعاقه الذهنيه، تقريبا لو عندها 3 اطفال او 4 80% من وقتها بيبقى
لهذا الطفل عشان تقدر توصله. الأهل لما بيبقوا زي مامة توتة هي المتولية تماما، لما الأهل بيبقوا يعني متفاهمين، احنا كمان بنعمل زي محاضرات للأهل بتجيلنا من أمريكا وبنترجمها، وفي نفس الوقت بنبعت مدربين من عندنا يتدربوا في أمريكا عليها. دي برامج معمولة مخصوص للأسر اللي هو ازاي تقدر. ده مهم جدا الوعي ده، مهم يا باشمهندس هاني جدا. بس انا بقى عايز اسمع من فاطمه، نسمع فاطمة منها تحديدا بقى، يعني انت طبعا سامع الباشمهندس هاني بيتكلم عن قد ايه الاهل ليهم دور. كلمينا اكتر يا فاطمه عن الموضوع ده، وكمان انت اكيد بتدرسي ايه، وازاي بتعرفي توازني بين ده وده، يعني خلينا نعرف كده الاجواء عندك في البيت ماشيه ازاي. انا سنه تانيه كليه الكوره جامعه حلوان. انت في كليه كمان، شكلك اصغر بكتير. حسيتها سنه هتقول تانيه ثانوي. لا لا اوكي جامعه حلوان. انا اشكر ماما جدا عشان تعبت معايا الايام اللي فاتت دي كلها، ولسه بدري تعبت، واشكر الدنيا كلها ميس منار برضه عشان لا ميس منار ميس سهام جماعه الرساله كلها عشان هم عملولي وخلوني لحد الوقت اعرف اتكلم كده غيرهم ولا اي حاجه ولا انا اي حاجه. ده بس انت يعني عايزه اقول لك على حاجه، انت بس في حته ثانيه، انت بطله، انت يعني بتاخدي ميداليات باسم مصر يعني، فده حاجه كلنا فخورين بيكي والله بجد يا فاطمه. انت كل الناس يعني اللي بيرفعوا اسم مصر ابطالنا الرياضيين الجمال. طب انت نفسك ايه بقى تاني تعملي؟ يعني دلوقتي انت بتدرسي وبطله رياضيه كبيره، ايه اللي فاطمه نفسها تعمله تحققه تاني؟ لسه هعمل ايه كده؟ لسه هلعب في النادي الاهلي. طب ده بقى ده شيء محترم والله العظيم. كابتن محمود يا نور ده طلب جماهيري دلوقتي، مش هيتاخر عني. هكون علامه بعد اخلص ان شاء الله بعد اخلص التعليم. هكون علامه في النادي الاهلي باذن الله يا حبيبتي. والله احنا يعني نتمنى يعني دي حلو ده ان احنا برضو في النادي الاهلي يا باشمهندس هاني، تبقى فكره كويسه جدا. شوف حضرتك عندنا الاكاديميه بتاعت كره القدم دلوقتي. احنا الحقيقه السورس بتاعنا او المصدر بتاعنا للاعيبات بيبقى من النوادي، عندنا من كذا نادي بنجيبهم من مدارس التربيه الفكريه. بس هم مش نوادي كتير على فكره ولا موجودين في معظم النوادي دلوقتي؟ نادي السيد عنده الاهلي عنده وفيها فرق بشكل نظامي يعني فريق كامل واعمار وكده، مش بالدرجه دي، لكن عندهم رياضه ذوي الاعاقه الذهنيه في لعبتين ثلاثه. والحاجه الثانيه بناخدهم، اصل احنا بندرب احنا كمان يعني مش احنا ساعات ناخد لعيب ما لعبش اللعبه قبل كده وندربه لمده سنه عشان نعده للبطولات. فين بقى التدريبات دي بتكون فين؟ احنا الحقيقه متعاقدين مع القوات المسلحه، بنستعمل الملاعب بتاعتهم والدور بتاعتهم، لان الحقيقه برضو يعني بشكرهم شكرا كبيرا ان هم عاملين لنا دعم بان هم بيدونا اسعار مخفضه جدا. فكل المعسكرات بتاعتنا بتتعمل في الدور بتاعت القوات المسلحه، بنستعمل الملاعب بتاعتهم، والحقيقه لولا كده كنا هنجد صعوبه ان احنا نعرف ندرب الاولاد. زائد طبعا الرعاه، يعني الرعاه هم اللي احنا ما بناخدش حاجه من الدوله خالص غير ان القوات المسلحه بتساعدنا بالدعم المنشآت الرياضيه بتاعتها. هل الدعم كافي لنوع الرعايه اللي حضراتكم بتقدموها للعيبه؟ لا لان احنا مش بنتكلم على دعم مثلا ايه مادي محدود، حضرتك بتتكلم على كل المستويات في دعم. احنا طبعا زي ما حضرتك قلت احنا الدعم عندنا طبعا الحقيقه هو اللي حددنا شويه، احنا موجودين في 17 محافظه، يعني احنا لنا فروع في 17 محافظه، فاضل لنا يعني نكمل بقيه المحافظات. اللي واقف قدامنا هو التكلفه الماديه زي ما حضرتك بتقول، فاحنا مركزين على 17 محافظه. اخبار التنسيق ايه مع وزاره الشباب والرياضه؟ والله الدكتور اشرف الحقيقه يعني الدكتور اشرف والدكتوره نيفين القباج بيدونا دعم غير طبيعي الفتره اللي فاتت دي. الدكتور اشرف لما اتزنقنا شويه في بعض الملاعب ايام ابو ظبي فتح لنا الملاعب بتاعت ومراكز الشباب بتاعت الوزاره. طب الدعم اللي بتقدمه وزاره التضامن بيكون في شكل ايه غير دعم معنوي؟ لا هو دعم معنوي وفي نفس الوقت تسهيل كل الاجراءات الخاصه بينا، يعني الحقيقه الدكتور نيفين السفر وكده كل يعني. حاجه بيسهلوا لنا جدا. الحاجه الثانيه كمان ان يعني مثلا لما رجعنا بالميداليه البرونزيه الدكتور نيفين والدكتور اشرف جولنا المطار وعملوا لنا احتفال في المطار والله. استقبلوا البعثه بنفسهم. جميل. مش كنت معانا يا توته؟ صح. مفيش جايزه كده ظرف فيه مفيش حاجه خالص طلعت. فالحقيقه دي كانت حاجه جميله جدا ولا كده؟ احنا ما كناش متوقعين، احنا نازلين من الطياره لقينا اتوبيس بتاع وزاره الشباب اتفضلوا خدنا على الفي اي بي، لقينا بقى الدكتور اشرف والدكتوره نيفين الاثنين مستنينا، اثنين وزراء جايين بيستقبلوا
الفرقه اللي فازت بالمركز. حسيتي بايه بقى وانت اول ما رجعتي لقيتي سيد الوزير شخصيا ومعالي الوزيره مستنيني؟ لا انا شفتهم ثلاث مرات وشفت الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلمت عليه مرتين في حفل قانون الاختلاف. حلو ده. قادرون باختلاف طبعا. ايفنت جميل. وسلمت عليهم، سلمت على الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلمت على رئيس وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي وسلمت على وزراء كتير وسلمت على فنانين كتير. انت وصلتي بقى. لا يا خلاص بطل يا خالتي بطل. شوف حضرتك، انا مره امي قالت لي كانت بنتها بتلعب معانا في 2018 ورحنا اتكرمنا في الاتحاديه من السيد الرئيس، وبعدين الاهالي قلت له يا فندم بعض الاسر عايزين يتصوروا مع حضرتك وبتاع، فالحقيقه على طول جم اتصوروا بتاع. فام الامهات قالت لي انا عندي ولد مهندس وبنت دكتوره، ما حدش خلاني اتصور مع الرئيس الا بنتي دي. يعني دي اللي خلتني ما شاء الله اوصل ان انا اسلم على رئيس الجمهوريه. تقول لي يعني ما كنتش اتخيل ان هي دي اللي هتوصلني اللي انا فيه. الحقيقه الدعم لذوي الاعاقه عامه خدوه في فتره انا يعني بشتغل مع ذوي الاعاقه من 2003، فتقريبا دخل على 20 سنة مهتم بهذا الملف. وده شيء يحترم يا باشمهندس هاني بجد، يعني تحيل حضرتك. انا بجد مش بجاملك يعني. انا اصل اللي بيبدا معاهم ما بيقدرش يسيبه بجد. يعني هتلاقي ربنا كرم حضرتك اصلا في الحياة. يعني انت بتقولي حضرتك والله ساعات يا نهان بيحصل لي حاجات اقول اتس تو ماتش يعني والله العظيم. ما شاء الله. خلاص هم الولاد بينهم كده وبين ربنا في يعني طبعا طبعا، فربنا بيدي البركة وحاجه. فاحنا بدانا 2003، انا بدات معاهم من 2003 ايام استاذه ماجده موسى وباشمهندس اسماعيل. ما قدرتش بقى بعد ما بدات معاهم الفترات بس اللي انا دخلت فيها الوزاره كنت ببعد عنهم شويه لما كان بيبقى واضح شوية. جدا ان حضراتكم عاملين اللي عليكم وزياده في ضوء المتاح تجاه الشباب دول والشابات الجمال دول. اخبار الدمج المجتمعي ايه بقى؟ شوف حضرتك دلوقتي كل الدراسات حلوه النقطه دي جدا. عشان كده حتى احنا دلوقتي لما بنلعب حتى يعني العاب جماعيه كلها بقت فيها دمج. يعني ايه دمج؟ يعني 60% من اللاعبات او اللاعبين بيبقوا من ذوي الاعاقه و30 40% من اللاعبات او اللاعبين بيبقوا من الاصحاء. حد لحضرتك مثال وهقول لحضرتك فوائد. الدراسات كلها العالميه اكدت ان عمليه دمج ذوي الاعاقه في المجتمع بتسرع بتنميه القدرات الفكريه بتاعتهم بشكل غير طبيعي. طبعا ويدل على رقي هذا المجتمع ونمو ثقافه هذا المجتمع. فعندنا طبعا دلوقتي تعليم مختلط، يعني كان زمان لهم مدارس خاصه اللي هي مدارس التربيه الفكريه او فصل مع بعض بتاع. النهارده لا، لقوا ان ده بيأخر من التقدم الفكري بتاعهم والتحصيل، وبيأخر من المجتمع كثقافه. انا لازم كده اعمل وعي للاطفال لا يتنمروا وبيقبلوا الاختلاف وثقافه الاختلاف. بالظبط كده. وعشان كده النهارده بقى في تعليم مختلط. يعني انا اعرف شباب كتير عندنا بيتعلموا في اعدادي وفي ثانوي وقاعدين في نفس الفصل اللي فيه بيت الناس. طبعا ده بيسرع جدا الديفلوبمنت في الكوره بقى او يعني في الرياضه. نفس الحكايه، احنا بنلعب دايما بالنسبه للسيدات كره القدم نلعب سبع لاعبات في الملعب. لازم ات اني بوينت اوف تايم خلال الماتش في اي وقت في الماتش يبقى في اربعه ذوي اعاقه وثلاثه سلام. ابدل فيهم زي ما انا عايز. هو ذوي اعاقه ولا ذوي قدرات خاصه؟ ذوي يعني قدرات خاصه. لان الناس دي يعني هم فعلا قدرات خاصه. هو الشخص اللي ما عندوش القدره على النجاح والاستمراريه والثقه بالنفس حتى لو كان يعني ما عندوش مشكله ابدا. في منهم يعني حاجات يا فندم. ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه عمليه الدمج دي؟ بالنسبه لذوي القدرات الخاصه بيرفع جدا من سرعه التنميه الفكريه بتاعته وبيخليهم يحسوا ان هم مش مختلفين، ان هم جزء من المجتمع. طبعا بالنسبه للاشخاص العاديه بتعلمهم ازاي يتعاملوا مع ازاي يتقبلوهم ازاي يساعدوهم. احنا لما بنطلع دايما المعسكرات بتاعتنا سواء هنا في مصر او بره دايما بنحط الاوضه فيها واحده من ذوي القدرات وواحده طبيعيه. لو تشوف العلاقه بينهم بتفضل ازاي، ولا يعني واحده فيهم اللي هي العاديه بتبقى زي ما تقول حضرتك هي واخده بالها من البنت الثانيه. كنا بنلعب في 2018 في امريكا في شيكاغو، وبعدين بنت من اللاعبات الاصحاء يعني اتصابت. انا فوجئت ان في واحده اتريها كانت هي دي اللي معاها في الاوضه جريت عليها وترمت عليها وتعيط. وعارف حضرتك بيحصل كده نوع من انواع الكونكشن. جميل جميل جدا. بتشوفوا لقطات مؤثره كتير وانسانيه جدا. لا الناس دي يعني بجد اي حد بيساعدهم ربنا احنا الحاجه الوحيده اللي ناقصانا الحقيقه ان يبقى عندنا مور سبونسرز، يعني عندنا رعاه اكتر عشان نقدر ننتشر
في بقيه المحافظات. الحاجه الثانيه اللي احنا بنعملها كمان ان احنا هنختم بقى بدي يا باشمهندس ثاني عشان احنا اصبحنا المهندس ايمن عبد الوهاب اللي هو اللي ماسك منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقينا احنا لينا وضع خاص في المنطقه نتيجه الفتره الكبيره اللي احنا كنا بنشتغل فيها في هذا المجال. فاصبحنا كمان بندرب المدربين في الدول العربيه فمصر الحمد لله اصبحت يعني بقينا بيت خبره في الملف بالظبط كده الحمد لله موفقين دايما يا فندم الله يخليك نورتونا موفقين والله يا باشمهندس هاني فرحانين بحضرتك الله كمان ومزيد من يعني التالق في هذه المسيره المحترمه يا رب. طلع لنا بقى ابطال اكتر واكتر احنا يعني هنبقى فرحانين بده. فاطمه يعني بصي احنا كلنا فرحانين بيكي وربنا يكرمك في اللي جاي وتيجي معانا تاني تبقي بطله بقى كبيره اكتر وميداليات اكتر ما تبقيش عارفه تلبسيها من كترها. توعدينا ما شاء الله. ممكن اقول حاجات؟ طبعا انت ممكن تقولي حاجات يلا قولي. عايزه اشكر فريق كره القدم كره القدم النسائيه اللي سافروا لامريكا السنه دي عشان هم تعبوا معانا تعبوا معايا جدا نور منار مي وحلا بالذات نور منار دول اكتر ناس بحبهم جدا خلوني هضحك كتير وبحبهم جدا يا رب دايما بتضحك. عارف احنا وصلنا لما وصلنا المطار واحنا طالعين من المطار البنات كانوا بيعيطوا لان خلاص 10 ايام احنا قاعدين وبدلوا التليفونات يعني احنا هنستناكم بقى ان شاء الله الفتره الجايه تجينا ومعاكي نجاحات جديده كمان باذن الله. نورتونا يا باشمهندس بنشكر حضرتك على المجهودات الكبيره اللي انت بتعملوها. هنتصور معاكي قبل ما تمشي ان شاء الله. ماشي شكرا. طيب هنروح فاصل ونرجع عشان نتكلم بقى في ملف كره القدم اكيد والنادي الاهلي ونقاط كثيره جدا بتهم حضراتكم بتهمنا احنا كمان ونفسنا نلاقي اجابات عليها. فاصل ونرجع نكمل.